وهقول عنك حكايات ازاي يا حبيبتي رغم البعد مفيش بينا مسافات قلنا نتفارق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخباركم يا رب طيبات، يا رب بخير وصحة وعافية. اليوم بإذن الله تعالى عندنا ثلاث مواضيع بالفقرة الصباحية هذه، أتمنى يا رب أنها تعجبكم. ماني عارفة بالليل أنزلكم فيديو ولا لأ، لأن اليوم عندي جمعة خواتي في بيتي، فماني عارفة أقدر أمنتج الفيديو لكم حق الليلة ولا لأ، لكن هذا الفيديو الصباحي خلونا كذا نبدأ فيه ونشوف إيش فيه عندنا. اليوم بإذن الله تعالى أنا حابة أتكلم على ثلاث مواضيع، وأول موضوع حابة أتكلم فيه علشان ما تسألوني عليه اللي هو موضوع زراعة البوتس، تمام؟ أنا منزلة فيديو كامل عن زراعة البوتس بالمي، ومتكلمة بفيديو كامل عن العناية بها والمعالجات اللي أنا مستخدمتها لها وكل حاجة أنا متكلمة عليها بالتفصيل. بس بالفيديو اللي أنا متكلمة فيه عن المعالج السحري اللي يقضي على الآفات اللي تكون موجودة بالبوتس إذا مرضت، تجيبون علبة مي تقريبا خلنا نقول كذا لتر مي، تحطون معاه تقريبا كذا فنجان صابون عضوي، سواء شامبو عضوي أو صابون مواعين عضوي، وكمان تحطون معاه شويه خل، خلاص يعني ترجون العلبه مع بعض، خل او بيكربونات الصوديوم اللي انتم حابين، ترشون العلبه كذا زين، يعني عفوا ترجون العلبه زين، وبعدين تبدين ترشينها على المزروعات. بخلي لكم فيديو عنايه البوتس تحت في صندوق الوصف، واول كومنت مثبت سواء زراعتها بالمي او العنايه فيها او العنايه حتى بالنباتات الداخليه للي حابه تشوف الموضوع. اما الحين تعالوا ندخل بالموضوع الثاني اللي سالتوني عليه كثير كثير، وساره تكلمي على نظامك الصحي اللي انت ماشيه عليه، وما شاء الله تبارك الرحمن كيف قدرتي تنزلين 8 كيلو في 9 ايام. شوفوا يا بنات، بعض البنات يحضرون معاي الفيديوهات بس ما يكملونها، او تسوي سكيب للفيديو وبعدين تسال تقول يا ام ساره انت ما تكلمتي. انا من الناس اللي لما اتكلم في معلومه والله اني اعيد وزيت. وش تبون بعد؟ المنتدى انا منزله فيه اكثر من موضوع عن الصيام المتقطع، اكثر من موضوع، بس البعض تاخذ اول كلمه والباقي ما تقرا. لا ما يصير يا بنات، امه تقرا لا تقرا، يعني احنا امه القراءه، لازم المعلومه اللي تحسين انها مفيده لك كمليها للاخير واقريها، ما يضرك يعني. عموما النظام اللي انا ماشيه عليه نظام الصيام المتقطع. ليش يا ام ساره انت نزلتي كيلوات كثيره؟ شوفوا يا بنات انا تكلمت كثير، انا عامله عمليه تحوير مسار، تحوير مسار كلاسيكي في معدتي قبل تقريبا 14 سنه، خلاص نمط اكلي او طبيعه اكلي انا ما اكل نهائيا، لان الطبيعي عامله عمليه تحوير مسار، يعني معدتي صغيره اصلا ما تتقبل الاكل، وكذلك عندي تضييق في حجم المريء، خلاص فما عندي اي مشكله في الاكل، انا ما عندي شراهه نهائيا بالاكل، وزياده وزني ما له علاقه ابدا بالاكل. مشكلتي الصحيه تبدا من الحلويات، عندي نهم وشراهه للحلويات، والشيء هذا عندي طبيعي جدا. اي واحد يسوي عمليه تحوير مسار واللي عاملات العمليه يعرفون انا ايش قاعده اتكلم عليه، تبدا عندهم شراهه الحلويات بشكل جنوني. حاولت على قدر الامكان اني اضبط نفسي قبل، كنت اقول خلاص بعمل رجيم، خلاص عهد اني ما اكل ما ادري وشو، خصوصا الحلويات، لكن سبحان الله صارت عندي شراهه غير طبيعيه للحلويات. ممكن تحطين عندي صحن تمر اكله كله، ممكن شيء لا ارادي، شيء يجذبني له. المهم بعد كذا خلاص خذيت، انا ترى من الناس اللي لما اجذب على يعني اصمل على شيء استمر فيه، خذيت قرار وعهد على نفسي اني فعلا ببدا اقطع الحلويات. لكن شوفوا لما 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 بقطع الحلويات نهائيا وما اكلها، اكذب عليكم انا ما راح اقدر. ايش سويت؟ رحت للبدائل الصحيه، الحلويات الصحيه، الشوكولاتات الصحيه اللي سعراتها الحراريه قليله، حاولت على قدر الامكان اخفف الخبز الابيض، او تقريبا انا قاطع الخبز الابيض الا للضروره يعني. لكن اللي يقولوا لي يا ام ساره مثلا اعملي نظام صحي قاسي، اقطع الخبز اقطع المكرونه، ما اقدر بموت، لانه انا اصلا عامله عمليه تحوير مسار. يعني انتم عارفين ايش معنى يعني انا ما عندي امتصاص بالجسم، الاكل اللي اكله على طول يخرج، فهمتوني؟ ما جسمي ما يستفيد الا بقله قليله من الاكل اللي اكله، عشان كذا انا معي دائما انيميا. معي تكلمت عن التجربه هذه اللي انا سويتها في اخر بث انا سويته بالانستغرام، شوفوه
للي حابة تشوف يعني طريقة نظامي الصحي، أو أنا أو عفوا طريقة أو عمليتي والأضرار اللي مريت فيها بالعملية، وهل أنا أنصح فيها ولا لا، شوفوا آخر فيديو باليوتيوب، اسمعين النهاية وراح تلقين التفاصيل. طيب يا أم سارة، بالنسبة لنظامك الغذائي لا تقيسين الصيام المتقطع اللي أنا قاعدة أسويه، تقيسينه عليكي أنتي خلاص، لاني انا عندي الحرق اسرع منك عشان عمليه تحويل المسار. اكلي قليل اصلا بالطبيعي، اكلي قليل، حتى لو كليت، خلني اقول فرضا حتى لو كليت حبه بيتزا كبيره بخبز ابيض، خلاص جسمي ما راح يستفيد الا من ربعها، الباقي راح يطلع برا جسمي، هذه عمليتي كذا. لكن انا وش اللي كان عندي يدمرني؟ الحلويات، اصلا ما يسمن الا الحلويات، الكربوهيدرات اللي تسمن. فانا ايش سويت؟ حاولت على قدر الامكان اني استبدل الحلويات هذه ببدائل صحيه، وقفت الخبز الابيض، ووقفت الاشياء اللي ممكن تعطيني سكريات، وقفتها على الاخير خلاص، قللت، خلني اقول قللتها بنسبه 90% بس. وكمان امشي يوميا من 5000 الى 8000 خطوه، ما امشي في بيتي انا يا بنات، امشي بالحديقه، اروح البس بوتي الرياضي امشي بالحديقه بس، هذا هو. طبعا نظام الصيام المتقطع اللي انا ماشي عليه عباره عن 8 ساعات اكل، 16 ساعه صيام. ساعات الصيام هذه انا ايش مستمره عليها؟ ايش اكل فيها؟ اكل فيها مثلا، ما اكل فيها، اشرب فيها مشروبات، سواء مي ولا مشروبات ساخنه، على سبيل المثال ينسون، كمون، مثلا زهورات، مثلا بابونج، مثلا ميرمارية، مثلا شاي بدون سكر، قهوة بدون سكر. ممنوع منعا باتا تدخلين مصدر من مصادر السكر خلال عملية الصيام، ممنوع منعا باتا. اللي حابة تعرف عن الصيام المتقطع أكثر أو تسمع عنه أكثر، تسمع في دكتورة على اليوتيوب اسمها وعد، اكتبوا الدكتورة وعد الصيام المتقطع وتعطيكم دروس كاملة عن الصيام. بس اللي منبهتات أنه أنا وزني ليش قاعد ينزل؟ لأني أنا عاملة عملية تحوير مسار، وشيء طبيعي انه وزني ينزل، اذا ما نزل وزني وانا عامله عمليه تحويل مسار وقطعت الحلى راح يصير عندي خلل، لكن الطبيعي انه وزني ينزل. انا قلت لكم سابقا ما عندي شراهه للاكل، انا مشكلتي بالحلويات، اكلي نعم خففت الخبز والمكرونه لاني اريد انزل بسرعه تمام، لكن ما له علاقه نهائيا انه انا نظامي الصحي قوي ولا شديد ولا جسمي ما يتحمله، بالعكس انا مرتاحه معاه على الاخير. واصلا يعني معدتي شيء لا يذكر، معدتي يعني شو اقول لكم، يعني معده طفل، الاكل عندي مره قليل، حتى لو حطيتي عندي وش ما حطيتي باكل شوي واقوم. انا عقدتي الحلويات خلاص، حلويات، حتى الغازيات والله مو زياده، لا الشوكولاته، التمر، هذه الاشياء انا ما قاومها وغصب جسمي ياكلها. وسبحان الله انتم عارفات يا بنات، من بدايه عمليه الصيام المتقطع الى اللحظه هذه انا ما نزل سكري ولا مره، انا يجيني هبوط بالسكر قبل لان عندي عمليه اكل الحلويات بشكل مبالغ فيه، لكن من عملت الصيام المتقطع السكر عندي ما نزل نهائيا. عرفت انه ايش؟ طبعا انت اذا كذا اكلتي حلويات كثير وصارت معك حاله هبوط بالسكر، يسمون الحاله هذه الدامبلينج خلاص، اللي هي عمليه هبوط السكر بعد اكل الحله، فلازم تاكلين حلى عشان يرجع السكر ينضبط ثاني مره. فالحمد لله من وقتها أنا الحالة هذه ما مريت بها نهائيا، من دخلت في عملية الصيام المتقطع. الكل ملاحظ علي، زوجي ذاك اليوم يطالع بوجهي يقول يا بنت ضعفانة. اي والله يقول كنك ضعفانة، وجهك مرة ضعفان متغير، ايديك مرة متغيرات. الحمد لله الحمد لله، ومستمرة بإذن الله تعالى ومكملة. طبعا موضوع حملي خلاص، موضوع حملي ما له علاقة في موضوع صيامي، حلو، اللي يقولون انه ام ساره مسكينه عامله تعمل عمليه عشان تحمل، اول شيء هذه ارزاق من رب العالمين، عيب عليكي، انت وحده قليله ادب اللي تتكلمين على موضوع تاخير الحمل وتتريقين عليه، هذه ارزاق من رب العالمين، والحمد لله انا راضيه، يكفي رب العالمين عاطيني قلب طيب، ويكفي رب العالمين اللي مسخرك لي خلاص علشان اخذ كل اعمالك اللي انت سويتيها، واللي اعطاك رب العالمين من ذريه قادر ياخذهم بيوم وليله. الحمد لله عندي بنت واحدة تربيكي، تعيد تربيتك من أول وجديد، عندي طفلة صغيرة اسمها سارونة، تعيد تربيتك من أول وجديد. تحسبين موضوع الخلفة شطارة منك ولا فهلوة؟ هذا من رب العالمين، قد يكونون ابتلاء لك زي ما أنت ابتلاء لوالدينك. شفتي أنت جيتي ابتلاء لوالدينك، أنت ابتلاء واختبار رب العالمين، اختبار لهم يصبرون ولا لا على أذاكي. أنت مسلمة بس أنت مسلمة مؤذية. تمام كذا وضحت الصورة؟ فموضوع اني انا ابغى انحف ما له علاقه نهائيا في لا في زوجي ولا في حملي، لاني حملت ساره اصلا وانا كنت اسمن من كذا، يوم حملت بسارونه كنت اسمن من كذا، بس رب العالمين اوقات ايش؟ خلاص هذه اراده الله سبحانه وتعالى، والله ما لها لا علاقه ولا نحف نهائيا. هذا الموضوع الثاني اللي حابه اتكلم لكم فيه. اما بالنسبه للموضوع الاخير اللي حابه اني اسولف عليه، البنات اللي يسالوني يا ام ساره
متى بإذن الله تعالى ناقلة للقصيم؟ خلاص متى تبغى تنقلين؟ شوفوا يا بنات، أنا ما أدري، أنا إلى الحين ما أدري، بس يقولي أبو سارة خلال سنة، خلال سنة يعني تحيني يا أم سارة، بس السنة هذه يجي النقل، تحيني. ممكن يكون النقل، ممكن يكون النقل بسكاكة، فهمتوني؟ يعني ممكن ما يكون النقل داخل القصيم، هو يقولي على حسب الترقية، لأن الترقية الجاية حق زوجي مي مسموح هنا داخل سكاكة، المرتبة اللي هو فيها أعلى، فهمتوا علي؟ يعني احتياجهم بسكاكة له مو زي احتياج المناطق الكبيرة، المناطق الكبيرة يحتاجونه أكثر من المناطق الصغيرة، فالمرتبة اللي هو عليها تأهله أو تجبره إنه يطلع برا سكاكة. يقول لكن لو خلوني داخل سكاكة خلاص أكيد أنا بمسك إدارة عامة، مو إدارة خاصة زي الحين هو، لا بيمسك إدارة عامة، فهمتوني؟ فالحين كذا قدام خياري، فما أدري. أنا لما قلت لكم زوجي يبغى ينقل، أنا عند كلامي، بس متى يا بنات هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، بس الأكيد الأكيد خلال سنة. يعني ليش يا أم سارة تبغين ترجعين القصيم؟ علشان خلاص زوجي يبغى يرجع لأهله، يبغى يرجع لناسه، فهميني؟ زوجي أصلا قصيمي، الله يجزاه الجنة اللي جالس كاكا قربني من أمي. أنا كنت عايشة ترى بالقصيم قبل، اللي ما يدرون كنت عايشة بالقصيم، وزوجي نقل الدوام لسكاكة علشان أكون قريبة من أمي وأبوي، الله يجزاه الجنة يا رب. قلت لكم قبل علاقته بأبوي كانت أكثر من علاقة إنه هذا زوج بنتي، كان يقول أبوي أنا عندي 5 أولاد وهذا السادس، هذا ولدي السادس، من كثر ما أبوي كان يحبه بالحي، الله يرحمه ويغفر له. وبعد ما توفى أبوي حي له سنة 3 شهور متوفي، الحمد لله يا رب الحمد والشكر. يعني حتى ما رضى إنه يقدم النقل أكثر من كذا، قال لي علشان يعني تقعدين أكثر وقت مع أمك. وغير كذا الحمد لله في طيارات، انا معي سيارتي، اقدر اجي اشوف امي، اقعد معها 2-3 أسابيع، اعوض الوقت يعني، فهمت علي؟ لكن موضوع النقل متى يصير، والله يا بنات اني ما ادري، هذا امره الى الله والله اعلم متى يصير النقل، انا ماني عارفه. خلاص البيت اللي احنا فيه اللي تسالوني عليه، بيتي ما هو ملك يا بنات، بيتي اجار، بس مو معنى انه بيتي اجار اخليه خرابه، مو دام الله سبحانه وتعالى منعم علي، ودام الله سبحانه وتعالى موسع علي، ليش ما أقعد بحاجة زينة، وليش ما أزين البيت، وليش ما أضبط، وليش ما أنظف؟ البعض منهم تقول هذا بيت أجار خلاص خلي البيت خرابة، خلي البيت حوسة. لا، هذا الكلام هو منطقي نهائيا، حتى لو كان البيت أجار، هذا البيت اللي أنت تبغين تقعدين فيه، أنت ما تدرين أنت تعيشين للسنة الجاية ولا ما تعيشين. استمتعوا بيومكم، استمتعوا بحياتكم، الحياة ما تستنى أحد، والحياة ما تعطي السعادة لأحد، أنت اللي تصنعين السعادة لنفسك، وأنت اللي تفرحين نفسك بنفسك، وأنت اللي تخلقين لنفسك حاجة حلوة، وأنت اللي تخلقين لنفسك حاجة جميلة. والله العظيم والله ما حد مقدم لك السعادة، ولا راح أحد يعطيك إياها، إذا أنت ما كنت تعيشين هذا الشعور من داخل، وإذا أنت ما كنت تحسين من داخل أنك سعيدة، تأكدي ما حد راح يعطيك من سعادته أبدا. لا تضيعون أعماركم بالتفاهات، لا تضيعون أعماركم بالخلافات التي لا تسمن ولا تغني، لا تسمن ولا تغني من جوع. عيشوا حياتكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، استمتعوا. كل اللي راحوا قبلنا أعطونا رسالة وأعطونا درس قوي جدا، إنه دورنا جاي، جميعنا جنائز مؤجلة، دورنا جاي، لا تضيعونها بزعل، لا تضيعونها بتلفت للأخبار، تلفت للتفاهات. عيشوا حياتكم واستمتعوا، حطي على إذن طينة وعلى إذن عجينة، وعيشي في حياتك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، واستمتعي بهذه الحياة. هذه كانت مواضيع اليوم، أتمنى من كل قلبي تكون المواضيع الصباحية هذه رقت لكم. راح أخلي لكم فيديوهات البوست تحت في صندوق الوصف، وأول كومنت مثبت للي حابة أنها تستفيد من هذه الفيديوهات. طبعا اللي قاعد أرشه أنا هنا ملمع أشجار داخلية، شفت كمان الورد الميت أو الورق الميت عشان ما تأثر على النبتة قصقصته كذا. طبعا البوست من أحب النباتات الداخلية لي داخل المنزل، أحب زراعتها وأحب العناية فيها، وأحس أنها صديقتي تفهمني وأفهمها، سواء أنت حابة تزرعينها بالتراب أو سواء حابة أنت تزرعينها بالمي اللي تحبي. رب اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤخذني بما يقولون. أشوفكم على خير بإذن الله تعالى، ماني عارفة أنزل فيديو بالليل ولا لا، الله أعلم، استنوني. خلنا نقول كذا فيديو بالليل، ما ندري عاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، استودعتكم الله رب العالمين.